السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو هذا غنشارك معكم اللوز ديال السله. اللوز تتعرفوا شنو هي اللوز؟ اللوز ديال السله اللي غادي نشارك معكم في هذا الفيديو هذا. ولاني قبل من كل شيء غنتطرق لواحد القضيه ديال الخمره، كنت ديجا ذكرتها وكاين اللي ما ردش البال، نعاود نذكرها لكم. ملي حطيت لكم الفيديو ديال الخمره، بعدا ما تنساوش لايك 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 واشتراك في القناه باش ديما يوصلكم الجديد. اللي باقي ما اشترك يشترك. وبالنسبه للتوصيل راه كاين متوفر لجميع المدن المغربيه، داخل السلعه 20 درهم وخارج السلعه 40 درهم مع امانه. بالنسبه للتوصيل راه كاين كيف ما قلت لكم، اللي بغى اي حاجه رقم الواتساب تنخلي لكم اما هنا ولا هنا ولا هنا على حساب المونتاج. كتدخلي عندي الواتساب كتدفعي لي لا كوموند ديالك، او كتدخل الواتساب كتدفعي لي لا كوموند ديالك، كتعطيني الاسم والنسب والعنوان المدينه ورقم الهاتف. بالنسبه نرجعوا للخمره. بالنسبه للخمره كيف ما سبق لي وشرحت لكم، خمره ملي كنهضروا على شي حاجه كنهضروا على جادي، ما كنهضروش على شحال هادي، حيت الكوبي ديال الخمره منين خرجت حطوها هما على اساس الباكا ديال القديم. ها هي حطوها على اساس الباكا ديال القديم. هذه راه اوريجينال، هذه راه واحد البنت اللي جات ليا قالت لي مليكه ردي البال للفيديو وعاودي طرقي لهاد القضيه ديالي. وبصح لي جوج ميساجات اللي جاوني قال مليكه راه خدينا من عندك خمره في 2022 في 2023 راه في الباكاجين ديال اللي حطيتي في الكوبي. كنقول لكم ملي كنحطوا فيديو كنشوفوا التاريخ ديال العطر. فوقتاش انا هضرت لكم على الباكاجين ديال 2024، اما الكوبي راه يلاه خرجت شهر هذا. والوحيده اللي كتحط لكم الفرق ما بين الاصلي والتقليد هي انايا، كنقولها بكل ثقه ونتحدى اي واحد اللي كيتجرأ اللي باغي المعقول يلونسي الفرق ما بين الاصلي والتقليد في اي عطر دخل فيه الكوبي، حيت انا هاد القضيه في الصالح ديالي وفي الصالح كاع ديال الناس اللي كيبيعوا في الاوريجينال. بين قوسين اللي كيبيعوا الاوريجينال كيعجبوهم هاد لي فيديو هادو، من غير الناس اللي كيبيعوا الفيك اللي ما اللي كيتقرصوا بحال هاد الفيديوهات هادو. خمره منين حطوا الكوبي حطوها على الباكاجي القديم، هادي لومبالاج القديم. الا رديتوا البال التاريخ هنايا غيبان لكم نفس الاصدار هنايا 2023. ها هي 2023، كنتمنى تردوا البال هنايا، ها هي 2023 وليني هنايا في التاريخ ديال الكوبي 2024. صافي باش تكونوا عارفين، هادي كوبي هيا حاطينها على الباكاجي القديم ديال الخمره. والناس اللي متبعيني ديجا شرحت لكم بان خمره ماشي غير خمره العطور، لا ديال لطافه ولا ديال ميزو الهمبره، ولات فيهم الترجمه. يعني شحال هادي كانوا كيجيو لهنا كيكتبوا غير بالفرنسيه او بالعربيه، حاليا مترجمين في كاع العطور ديالهم، ماشي غير في هادو، حتى في هادو. مثلا نجبدو اي عطر، اي عطر نجبدو جاردان دو باري. الناس اللي واخدين جاردان دو باري في 2023 ما غيلقاوهاش مترجمه هكايا بحال ديال 2024، ولات مترجمه بالفرنسيه بالانجلي بالاسبانيه بالعربيه بكلشي، غتبان لكم هنايا الترجمه. يعني الناس اللي واخدين خمره في 2023 في 2022 ولقاوها هكايا راكم واخدين الاوريجينال، حيت اصلا داك الوقت ما كانش الكوبي ديالها. ونهار بغاو يديروا الكوبي داروها في الباكاجي القديم، ساعه لطافه خرجت لهم بلومبالاج جديد اللي هو هذا. ها هو حاليا الناس اللي غياخذوا الاصدار ديال لطافه في 2024 كيف ما كتشوفوا ها نتوما التاريخ 2024 وما لقاوهاش مطبوعه، فتنقول لكم اكيد راك خديتي الكوبي. ولا لقيتيها مطبوعه فراك واخد الاصليه. الناس اللي كيبيعوا العطور بالنسبه للخمره راه مستحيل تكون باقا عندك في الباكاجين القديم كيف ما كتشوفوا، من غير لك شي طالب 350 400 درهم تقدر تكون باقا عندك. اما اللي كيبيع بثمن زوين 250 280 فراه ما غاديش تبقى عندك. يعني حاليا في 2024 الا خديتيها مطبوعه راه اوريجينال، لقيتيها ما مطبوعاش راه كوبي. صافي الناس اللي خداوها في 2022 23 فراه الاوريجينال كانت هكايا هي هذه، ولكن راه غيبان لك شويه ديال الفرق حيت الكوبي ديالها خارجه شي شويه بريو عليها كيف ما كتشوفوا في الكاليتي في الطبع ديالها كيف ما كتشوفوا. هاد الذهبي هذا راه لا علاقه، شوفوا هنايا راه الاوريجينال كتجي شي شويه مات، الكوبي هذه كتجي شويه بريو في الكاليتي ديالها. المهم ها نتوما راه غير الباكاجين، هاد النقطه هذه سطرت عليها واكدت عليها وجوج اللي شرحت لهم في الخاص وقلت والو غادي ندير فيديو باش حتى الناس اللي ما تواصلوش معايا يعرفوا شنو كياخذوا. اما انا راه مستحيل نبيع شي حاجه كوبي، ونهار كيدخل الكوبي كنشرح لكم الفرق ما بين الاصلي والتقليد. ندوزو لهاد الفن، هاد العطر هادو رائعين. نبداو باول عطر، هادو كيمشيو نساء ورجال. هاد الشركه هادي اسينزا، اسينزا هادي راه شركه اماراتيه حتى هي فيها ترجمه هنايا كيف ما كتشوفوا. صنع 11/11/2023 انتهاء 11/11/2028. ها نتوما اللي باغي يسكاني اللي باغي يشوف الصنع كيف ما كتشوفوا، هادو عطور اول مره غادي يدخلوا المغرب.
الناس اللي كيتيقوا في الدوق ديالي عطور لوز 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 فيهم عطر واحد الرجال ما تبقى عطر عطور للنساء والرجال. هادي اللي كيحمى واللي كيتسطاب على الكوك على الفاني شويه ديال القرفه غاده فداك الخط ديال الخمره ماشي تبقى الاصل ديالها وين غاده في الخط ديالها الكوك الفاني القرفه غادي تعجبك هذه بزاف كتمشي للجنسين سويتي الدراري ما كيبغوش عطور لي سويتي اللي حلوين ما نصحك تجربها تقدر ما تعجبكش المهم غزاله بثمن جد جد مناسب كاليتي طالعه هاربه بزاف هذه نورمالمون خاصها تحط 300 250 وانا غندير لكم فيها الثمن جد مناسب 180 درهم 180 درهم ما غتلقايها حتى بشي بلاصه في هذا الثمن هذا والجديد كيف ما تنقول لكم شوفوا لي غير الباكاجين ديالها كي داير الا شفت فاري هنا شي شويه صفرين راه راكم عارفين راني ربات بيت وبائعه عطور وكلشي مجموع فيا الخرقوم وما يدير المهم هادي اميتيست ستون ستون هادي لانتونس ديالها الاودو بارفا هادي لي جينسين كيف ما سبق لي وذكرت لكم الفاني الكوك القرفه عطر رائع غادي في الخط ديال الخمره ولاني مختلف عليه شي شويه وسويتي بزاف ماشي غير شي شويه عطر غزال ديري في العشيه في الليل في يامات البرد عطر غزال 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 للمناسبات نرشحوا لك رقم واحد 180 درهم اقل ثمن بالنسبه للميل فراه فيه 100 ميل ندوزو لثاني عطر اللي غير من الباكاجين ديالهم غادي تعرفوا علاش كيشبهوا وديالاش ها انتم يا الخوت ها هي حتى هي من شركه من ديال الامارات هادو كلهم ديال الامارات شركه دخلوا لجوجل راه غادي تبحثوا عليها راه اول مره غادي تدخل المغرب راه ملونسي في الدول الاوروبيه بالخصوص اسبانيا الناس ديال اسبانيا راه دايره عندهم حاليا هذه ضجه كبيره والناس اللي مجربينها يخليوها لي في التعليق عطر غزال الناس ديال اسبانيا بطبيعه الحال اما المغرب راه اول مره غادي تدخل عطر اللي غزال غير من لومبالاج ديالو غتعرفوه من اليوتيوب ديال ديزاين شوف الثمن ديالو حتى هو نحسبوا لكم 180 درهم نورمالمون خاصو تحط 250 300 ولكن راكم عارفيني انا في المحل ديما كنحاول نحط لكم اثمنه جد جد مناسبه للجميع للجنسين بطبيعه الحال 180 درهم ندوزو لعطر الثاني هذا سميتو اليورا اليورا انتونس حتى هو بالنسبه لميل فراه فيه 100 ميل العطر الثالث حتى هو غلوري انتونس 100 ميل او دو بارفان شوفوا لي الباكاجين ديالو كيفاش داير مازال راه ميبانش لكم مزيان هنايا راه كيجي في كيجي هكايا فحال الجلده ديال التمساح هانتوما ها الباكاجين ديالو اللي بغاه مرحبا 100000 مرحبا حتى هو راه كيمشي للجنسين رجال ونساء 180 درهم هادو اللي كيبغيو الطبخ العطر ننصحكم تجربوا هادو وردوا عليا الخبر بالنسبه لهادي فهي رجال 100% وعليكم السلام مرحبا لاباس الحمد لله ربي يخليك الله يكبر بك صافي مرحبا انا غير على ما نكمل والله اختي ما عرفتش علاش لينا في ثلاثه هادو قلنا هادي رجاليه 100% حتى هي من شركه ديال اسانزا عطر غزال فخم للرجال ديروا بالنهار ديروا بالعشيه ديروا بالليل جميع الاوقات الناس اللي غايقولوا الصيفي ولا الشتوي فهو الجميع من ضمن العطور اللي كيمشيو لجميع الفصول صافي الثمن ديالها 180 درهم هاد الاثمنه اللي تنقول لكم الناس اللي عارفين الاثمنه عندي راه عارفين الناس اللي ما عارفينش راه كنحط ديما كنحاول نحط لكم اثمنه اقل ثمن في السوق كنلونسي لكم به اللي بغى شي حاجه مرحبا ميتاف مرحبا الطريقه ديال الطلب اي منشوش كتسكريني العطر او كتعطيني الاسم والنسب او كتكتب لي العطور اللي بغيتي في الواتساب ديما كنخليك اما هنا ولا هنا ولا هذا ولا هنا على حساب الاسم ديال العطر او الصوره ديال العطر السكرين الاحسن سكرين الاسم والنسب العنوان المدينه ورقم الهاتف وكنقد لك لا كوموند ديالك الا كنتي داخل ثلاثه ما توصل 20 درهم كنتي خارج 40 درهم مع امانه ستوري ستوري من افخم العطور عند هاد الشركه ديال اسينزا عطر اللي رائع عطر للجنسين شوفوا يا غير الباكاجين ديالو كي داير صبروا ها انتم شوفوا لي غير لامبالاج ديالو كي داير عطر للجنسين رجال ونساء فيه حتى هو 100 ميل وفيه ثمن جد مناسب هذا في الاصل ديالو خاصو يتحط اقل ثمن 400 درهم ولاني غادي نحط لكم ثمن جد مناسب اللي هو 250 درهم عطر فخم كيمشي رجال ونساء ديروا في العشيه وديروا في الليل للمناسبات هذا نقدر نقول لكم انا للمناسبات فقط حيت ما يستاهلش يضيع في اي بلاصه هذا الا كنتي شي جلسه هماويه حضاره او حضار او عندك شي مقابله اللي زوينه ستوري
ستوري ديال ستوريات نيت عيط الغزاله ما كانش كون كان شي ابليكاسيون اللي تشموا توصلكم بها الريحه. المهم عطر اللي رائع كيمشي للجنسين رجال ونساء 250 درهم. ندوزو لاخر عطر اللي هو عود زعفران او عود زعفران كيف ما مكتوب هنايا. عطر حتى هو فيه ريحه ديال العود مورال بارفيوم فيه حتى هو 100 بيل وكيمشي نساء ورجال فيه ريحه ديال العود. الناس اللي غايقول لك واش هذا العطر وهذا واش للصيف هادو كيمشيو لجميع الفصول ولكن ما ديروش بالنهار نهائيا. ملي كتكون الشميسه اي عطر فيه العود ما يليقش نهائيا بالنهار هذا اما في العشيه اما في الليل اما ديال البرد ولاد المناسبات. الاغلبيه ديال المناسبات والافراح اللي تيكونوا عندنا تيكونوا في الليل يعني قليل حاليا اللي كيدير شي مناسبه بالنهار. الاغلبيه ديال الاعراس ولا المناسبات اللي كنحضروا لهم تيكونوا في الليل. هذا العطر هذا ديريه بوجهك احمر فيه شويه الزعفران شويه حلو كيمشي رجال ونساء للمناسبات كيف ما سبق لي وذكرت لك. الثمن ديالو 250 درهم الباكاجين ديالو كيجي على هذا الشكل هذا. اما بالنسبه لجوب ديال كزير شوف هذوك راه ديجا معروفين كزير شوف راه ما كاينش اللي ما كيعرفهاش. هادو راه فيهم ثمن جد مناسب 180 درهم. حاولوا ما تفلتوش هاد الهوته هادي او هاد الهمزه هادي مازال غادي تشوفهم في الاسواق المغربيه غتلقاوهم من 200 درهم الفوق 250 درهم 300 درهم كيف ما سبق لي ديما تنقول لكم. هاد العطور هادو كنحاولوا ديما نحطوا لكم عطور بثمن اللي واجد مناسبين واخا تنكون اول وحده غادي لونسي لكم الحاجه واني ديما كنحط لكم الثمن اللي واجد مناسب. هكا كيكون سهل الفيديو وما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه وتبارطاجيو القناه بطبيعه الحال. وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. البنيته ولا الولد اللي كان طلبني على العطور ديال 65 مل او 65 درهم اللي ديال 30 مل هذوك راه غدا ان شاء الله غادي نزل الفيديو ديالهم. يلا بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.